كنت أقدر أقول لك أنها حلم، يعني حتى أقول لأهلي أنه أنا ما أدري هو الصدق صار ولا لا. أمنية كانت عندي أمن نفسي وأنا في العمر هذا، يعني ما كنت أحلم أني يعني أمتلك بيت بهالسرعة. أرض كانت فاضية ما فيها سكن، ما فيها صحراء شبه صحراء، إلى منزل قائم، إلى استلم بيتك وشغل الكهرب والحمد لله. يعني خذت 6 أشهر أو أقل فترة هذه لين استلمت البيت جاهز. أهلا بكم من هنا من المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة الدمام. وصلت إلى هنا لأشاهد ما أعلنه برنامج سكني من وصول نسبة الإنجاز في 4 مشاريع سكنية للوحدات تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية إلى 100%، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في 3 مشاريع أخرى 90%. إذن اليوم نتحدث عن هذا الإنجاز وأيضا الأعداد الكبيرة الذين تسلموا وحداتهم السكنية، لأستضيف عدد من هؤلاء الذين تسلموا هذه الوحدات هنا في المنطقة الشرقية ونأخذ تفاصيل الرحلة التي يعني ينعمون من خلالها في تملك هذا المسكن الذي يلبي رغباتهم وتطلعاتهم. أهلا وسهلا شاكر، وهو أحد من تملكوا السكن في وقت وجيز هنا في الدمام. أنا أقول لك كشخص ما كنت أحلم أني أتملك شقة، الحين متملك بيت الله الحمد بفضل الله ثم بفضل مشاريع الوزارة والبرامج اللي مرت فيها الوزارة خلال السنتين الماضية بشكل خاص، والتسهيلات البنكية اللي مرت والله الحمد. فهذه بفضل الله ثم بفضل هذه الأمور كلها قدرت والله الحمد أني أتملك بيت بقسط ميسر جدا. تجولت بين مشاريع المنطقة الشرقية والتقيت هؤلاء السكان الذين تسلموا وحداتهم السكنية مؤخرا. العنوان الكبير هنا المشاعر لا توصف والفرحة عارمة. تطبقت الرؤية اللي احنا نتمناها، طبعا كله بدعم وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، والحمد لله. يعني الآن أي موظف ولا أي فئة من المواطنين يقدر يمتلك بيت بكل سهولة. هذه مشاعرك فعلا ولا عشان تصور؟ مشاعري فعلا، يعني ما كنت أحلم أني يعني أمتلك بيت بهالسرعة وبنفس البيت العصري اللي أنا أتمنى. بالرغم من حدثة بعض المجمعات السكنية إلا أن الخدمات كما يقول هؤلاء السكان متكاملة، ومواصفات المنازل تلبي الرغبات والتطلعات. التصاميم الحين أو تصميم الفيلا نفسها يعطيك وضعية أنه أنت تقدر تسوي التصميم العصري اللي أنت تبيه. أي موديل ينزل ما راح تزعل أنه هو والله في جدار مثلاً مأذيك ما تقدر تسوي، لا، معطينك تصميم بحيث أنه كل التصاميم في أي عصر أنت تبيه موجود. كل الخدمات موجودة، كلها موجودة، من مطبخ إلى على مقال غرفة نوم إلى سطح إلى حوش إلى، فما أشوف نقص فيه معين يعني. وهكذا كانت زيارتي للمنطقة الشرقية التي تشهد تنفيذ نحو 34 مشروعا سكنيا تتركز معظمها في ضاحية الواجهة التي تطورها بالكامل الشركة الوطنية للإسكان، وتوفر أكثر من 22,000 وحدة سكنية متنوعة من أصل 144,000 وحدة سكنية تتوزع في 101 من المشاريع التي يتيحها سكني للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر تطبيق سكني وباستحقاق فوري مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة، بالإضافة إلى 223 مخطط سكني توفر 180,537 أرضا سكنية، وإصدار عروض الأسعار والاستفادة من خدمة المستشار العقاري واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وخدمة التمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات. من الدمام، خلف الخلف، MBC. آخر فاصل، نتمنى نتابعه إياكم.
الله.